هي الدنيا جرى فيها ايه؟ عرف مد البحر ظهره. البحر هو اللي ادانا ظهره يا عبده. كلامك فيه مراره يا عرف. ما بقاش عندي غيرها. بكره تفرج يا عرفه. ربك بعت لنا البشاره. وهي فين البشاره؟ هتبقى جد يا راجل يا عجوز. هند حامل في 3 اشهر. ورشاد اتعالج وبقى كويس. مش قال الاوان بقى عرفه تصالح بنتك؟ كل شيء باوانه. لما تقوم بالسلامه يا حاج، ربنا يحلها الف حلال. وماله قريبه من بعضها. المهم تتجدع عن الدور عليك. انت وسمره اتاخرتوا قوي. معلش، كله بمشيئه الله وامره. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. حاجة تبل الريق وسط الهم والغم والكرب اللي احنا فيه. دي إشارة من ربنا إن الأيام الجاية هتبقى أحسن إن شاء الله. خدي إدي الهند الفلوس دول، بس ما تقوليلهاش إنهم مني، أنت عارفة مخها جزمة، لو عرفت يمكن ما تاخدهمش. لا قوليلها 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 انهم مني. لازم تعرف ان ابوها في ظهرها وبيته مفتوح لها عشان ما تطيش ابدا وتفضل راسها مرفوعه وما تعملش حاجه هي مش عايزاها. بيقولوا اعز الولد ولد الولد. تفتكر يا زعفران ربنا هيمني عليا؟ قصدي ايه؟ ربنا هيمني عليها بالولد؟ يا رب.